واحد بيقول لي لو احمد طنطاوي كسب هتعمل ايه؟ مفيش، هحجز اول طيارة وانزل مصر، وانا وصحابي وجيراني والشعب المصري كله هننزل نصور عليه ونخطفه ونحبسه قبل ما يحلف اليمين حتى، وتبقى ثورة جديدة عادي جدا، ونسجنه بقى مع خيرت الشاطر اللي مشغله. فهو زي ما بيقول كده احسن للرئيس سيسي اللي هو ما يرشحش نفسه. فانا بقول لك والله يا حماده، يعني احسن لك انت ما ترشحش نفسك، عشان الشعب المصري هيزعلك صدقني والله، بعد ما اتاكدنا من كلامك اللي انت اخوانجي يعني. فمصلحتك الشخصيه يا حماده ما ترشحش نفسك للانتخابات. ما توقعش بلد زي مصر هتسمح، ولا شعب مصر يسمح لواحد تافه زيك اخوانجي ان هو يرشح نفسه لرئاسة جمهورية مصر العربية.